صبايا بالفيديو اليوم رح فرجيكم على 10 تسريحات للشعر كتير سهلين بدون حرارة للمدرسة والجامعة. بتمنى لو كنت بالمدرسة والجامعة وحدا قال لي عن هول العشر تسريحات لأنهم كتير كتير سهلين، ما بدون وقت، ما بدون برودكتس، فيكن تعملوا لحالكن بلا مساعدة حدا. سو إذا حبيتوا الفكرة keep on watching، بس قبل أكيد ما تنسوا تشتركوا بالقناة وخلينا نبلش. سو مثل ما ملاحظين أنه أنا شعري عادي ما فيه ولا اي تسريحه ليس عادي، ورح نبلش هلا باول تسريحه. هيدي التسريحه كتير كتير كيوت، كتير حلوه، خلينا نبلش فيها. اول شيء بدنا نعمله هو انه الشعر لازم يكون مفروق على النص، من نص الحاجب رح اطلع طلوع واتاكد انه الشعر مقسوم صح. اوكي، رح شيل خصلتين من قدام او الغره من قدام، ورح اخذ الشعر من الدينه واطلع فيه طلوع. اكيد كثير مهم انه نمشط الشعر كرمال هول البامبس يبطلوا مبينين. باخذ ربطه شعر نفس لون شعري او قريبه على لون شعري وبربط هيدي الخصله. برخ الربطه شوي صغيره، بقسم بالنص بهالشكل وباخذ الشعر لفوق وبسحبه كله. هلا هيدي الخصله رح اقسمها بالنص ورح بلش ابرمها باتجاه الوجه. تاني خصله نفس الشيء، بلش ابرمها باتجاه الوجه وبيلتقوا هون. باخذ ربطة شعر تاني وبربط الخصلتين مع بعض. وهيدا شكل التسريحة من قدام، التسريحة كتير كتير مرتبة، حتى انه بتقدروا تشيلوا الشعر عن الوجه اذا حبيتوا، بس التسريحة كتير حلوة والهارت شيب اللي موجود ورا كتير كتير كيوت، كتير بحب هيدي التسريحة، كتير كيوت، كتير مهضومة وبتعيط، لايك بتعيط لبنات المدرسة والجامعة قد ما كتير كيوت. بليز خبروني شو رأيكم بأول تسريحة، لأنه التسريحات الباقيين بعد على أقوى وأحلى. عم مشط شعري كرمال ننتقل لتاني تسريحة يلي هي 90% من الوقت بنعملها هيدي التسريحة إن كان على المدرسة أو على الجامعة. احذروا شو هي بالكومنتس قبل ما أقولها. صح، يلي هي البوني تيل او دنب الحصان. رح فرجيكم كيف فينا نعمل تسريحة دنب الحصان او البوني تيل بطريقة كتير سهلة بس كتير حلوة، بتضاين كل نهار وبتعطي فوليوم كتير حلو. سو بالعادة منمشط شعرنا لورا، منربط الشعر بهالطريقة وخلص. صراحة هيدي الطريقة انه بتزبط بس مش احلى بوني تيل ممكن انه تعملوه. اولا الشعر بيقصر، وبالبوني تيل رح انا فرجيكم اياه رح يضل الشعر كتير طويل، اطول من ما هو ببين. هيدي بعد ساعتين على القد رح تصير هون، رح تصير على الرقبة لانه دغري رح تقشر. سو خلينا نبلش. رح نقسم الشعر بالنص من الدينة، اكيد من مشط الشعر كرمال ما يكون في هول البامبس او هول التطعيجات والشعر قابب وما مبين كتير مرتب. رح اربط اول جزء على الواطي ومش كتير على العالي، وهلا رح تعرفوا ليه. والشعر اللي باقي رح اقسمه بالنص تقريبا، رح مشط هيدا الجزء لفوق. هلا هيدا الجزء من التسريحة شوي تريكي وبحاجة لشوية تمرين زيادة من جهتكم، سو ما تعملوه دغري الصبح، جربوه عشية قبل ما تعملوه. نفس الشي على تاني جهة، وبناخد الخصلتين اللي اخدناهن من فوق بنربطهم فوق اول وحدة حطيناها. رح تلاحظوا هلا انه في اتنين بوني تيل. الرح بيصير هو انه رح نجمعهم اتنيناتهم ورح نربطهم اخر ربطة سوا. هيدي الربطة ما بالضرورة ابدا انه تكون مشدودة، فيها تكون بس للمنظر، بس المهم انه ينجمعوا مع بعض. وهيك بنحصل على بوني تيل اطول من العادة. I love it، شعر مبين كتير عبي وفيه كثافة. خبروني شو رأيكم بهالطريقة. تالت تسريحة كتير كتير بتذكرني ب
أريانا غراندي. بليز خبروني إذا بتعرفوا مين أريانا غراندي أو إذا بتسمعوا لها الأغنية، أكيد سمعين لها الأغنية. anyway رح نعمل التسريحة تبع أريانا غراندي، كتير هينة. خلينا نبلش. سو مثل ما بتعرفوا إنه عندها فرق على جنب، سو هذا رح أعمله كرمال نعرف وين الفرق تبعنا. بكل بساطة نعمل هيك وشوفوا أنا الفرق تبعي كيف لحاله بيّن. سو اللي رح بيصير هلا هو من الفرق رح اطلع طلوع ارجع انزل نزول، نرجع منقطع بالمشط مرة تانية كرمال نتأكد انه الفرق كتير نظيف ومرتب بهالشكل. سو هيدي الغرة رح اخدها ولفها على بعضها وحطلها كليبس كرمال ما تفلت، خليها على جنب للآخر. اما لباقي الشعر فكالعادة من الدينة رح اطلع طلوع لفوق، رح مشط الشعر كرمال يبين كتير مرتب، ورح اربط الشعر على العالي على طول. بس بدي اربط الشعر على العالي، شوفوا كيف بشيل الشعر لقدام كرمال ما اخد شعرات من ورا. سو بربط الشعر اعلى شي ممكن وبنتبه انه الربطة تكون على النص. شوفوا سحبة العين تعقد. هلا بكل بساطة بفلت الغرة اللي عندي اياها وقررنا نعملها على هيدي الجهة، برش عليها سبراي، بمشطها على الجهة اللي بدي اياها، بقطعها ورا الدينة اكيد، باخد بابي بن او دبوس وبثبتها ورا الدينة. سو هيدي هي التسريحة بكل بساطة. التسريحة كتير حلوة، كتير بتخلي الشعر يبين طويل كتير على فكرة، حتى لو شعركم قصير لأنه نحن قاسمين الشعر بالنص. هيدا شكل التسريحة على جنب. I love it، كتير كتير رح تطلع عليكم حلوة صبايا، بليز جربوها. خلينا ننتقل لرابع تسريحة لليوم. رح ننتقل هلأ لتسريحة كتير كتير حلوة وكتير سريعة، وكمان 90% من الصبايا بيعملوها على المدرسة أو الجامعة أو حتى على الدوام، اللي هي الكعكة اللي منحطها على الراس بس بطريقة شوي ماسي، ما كأنه كتير شغلين فيها أو كتير مزبطة. أول شيء الشعر مفروق بالنص ورح ناخدك خصلة كتير صغيرة من قدام، نفس الشيء تاني جهة، وبأصبعي رح بلش هيك مرق أصابيعي بين شعراتي وارفع الشعر لفوق. اكيد برجع بقطع بالمشط كرمال اتاكد انه مرتب كالعاده. قد ما بدي في علي او وطي البان تبعي حسب انتو كيف بتحبوا، انا صراحه بحبها عاليه. هلا في طريقتين نقدر نعمل هيدي البان. اول طريقه هي بناخد الشعر لقدام بهالشكل ومنبلش نربطه، منحط اصبعين سو اصبعين هيك، ومنبلش نربط الشعر بهالشكل على الاصبعين، منضل عم نلف طلوع طلوع، منوصل الطرفين من ورا هيدا وهيدا وبيزبط الشعر. بس انا شعري صراحة ما بيزبط بهالطريقة وبحسه انه اسمك من انه ينجمع كله سوا. اما تاني طريقة يلي انا بتزبط معي هي اني استعمل هيدي الاداة، وشوفوا كيف مفتوحة بالنص، كتير كتير هينة، فيكن تلاقوها على شي ان. بفوتها بالشعر بهيدي الطريقة، بمسكها هيك، بنزل الشعر لقدام، وقبل ما يفلت الشعر بشوي ببلش ابرم ببرم ببرم ببرم، وكل شعرة بتطلع برجع ببرمها عليها. شوفوا كيف بوصل للآخر، بعملها هيك بتأكد انه شوفوا الشعرات، جيبهم بهالطريقة لهون وبهالطريقة لهون. وهلأ باخد ربطة الشعر ومثل ما هو الشعر بعمل له ربطة، وهلأ بالبوبي بن بلش ثبت الشعر من ورا تيضلوا ثابتين محلهم. برش سبراي على البيبي هير وبمشط البيبي هير لفوق. كتير سريعة كتير حلوة، الفوليوم تبع البن
كتير حلو. وإذا كان شعركم ديجرادي أو فيه طويل وقصير فيكن هيك تطلعوا شعرات منها كمان بتطلع كتير حلوة. أنا شعري تقريباً غير الغرة كله قد بعضه سو ما رح تزبط معي أني أعملها كتير مسي. كيف ما نهز ما بتهز، بتحسوها كتير سيكيور وكتير أمنة على الشعر. I love it! كتير كيوت. ننتقل للتسريحة اللي بعدها، بس خليني مشط شعري. أنا مني كتير شاطرة بالضفيرة أو بالجدولة، بس بعرف أعمل جدولة. سو اليوم رح نعمل تسريحة شعر كتير كتير حلوة وكتير هينة وفيها جدولة، وللبنات اللي بيوجعلن راسهم أو ما بحبوا أبداً أنه يرفعوا شعرهم، بس بنفس الوقت للمدرسة أو الجامعة كتير ضروري او من الاوانين بالمدرسة انه نرفع شعرنا عن وجهنا. سو خليني فرجيكم هيدي التسريحة لانها كتير هينة وبتزبط على كل طول شعر. الفرق على النص، واول شي رح اخد كمان خصلتين كتير صغار، رح اتركن قدام ورح بلش اقصم الشعر من اول جهة. رح اخد بس هالقد من الشعر والباقي رح يضل مفلوت بهيدا الشكل. رح مشطها لفوق ورح اقسم هيدي الخصلة كمان لتلات اقسام كرمال اقدر اعملها جدولة. وعلى طول انا وعم جدلها ماسكتها لفوق وماني ماسكتها لتحت ابدا، لانه اذا مسكناها لتحت بكل بساطة ما رح تكون هيك شادة وعالية عن الوجه. ومثل ما قلتلكون انا ماني كتير شاطرة بالضفيرة ورح تلاقوني شوي عم بتعذب. ورح كفيها لا تقريبا هون، بربطها كرمال ما تفلوت وبعمل نفس الشي على تاني جهة. هلأ باخد الجدولتين وبربطهم ورا. وهيدي هي التسريحة، كتير كتير سهلة، كتير ناعمة وكتير حلوة، ولحالكم تقدروا تعملوها ومنكم بحاجة لمساعدة حدا. تسريحة رح نعملها هلأ كتير كتير دارجة، وبيعملوها المودلز، يعني بتشوفوا جيجي حديد، بيلا حديد، كندل جينر، كل هول عاملينها. كتير سهلة، ما رح تصدقوا قدي سهلة، وأكيد كتير مناسبة للمدرسة أو للجامعة لأنه رح نربط كل شعرنا. مثل ما تعودتوا علي انا بحب اني اترك خصلي على الوجه، ورح اخذ كل الشعر لورا ولتحت مش لفوق. سو رح مشيط تأتأكد انه كله كتير مرتب. اعلى شوي من الاخر رح اربط الشعر عادي. اللي رح بيصير هلأ هو اني رح اقصم شعر اثنين ورح اربط شعري بشعري. كيف يعني؟ يعني باخد الشعر بهالطريقة وبلفه على بعضه وبربطه. برجع نفس الشي من فوق، باخد الشعر بلفه على بعضه وبربطه، وبترك هول الاثنين بالاخر ينزلوا نزول. واخر شي اكيد في الغرة. طبايا كتير كتير سهلة، كتير سكيور، ولا ممكن انها تفك من محلها. اذا شعركن اقل عباوة او ليس اكتر، طبيعيا ليس، انا شعري مش طبيعيا ليس، هو طبيعيا كيرلي، كتير رح تزبط معكن اكتر، كتير رح تزبط معكن بطريقة سريعة. بشوفوا قديش كتير كتير مرتبة، كتير حلوة، انا كتير بحبها وبستعملها خصوصا بس كون مش عاملة شعري، شعري بعده شوي رطب دغري با 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 بيخلص. صار وقت ننتقل لتسريحة جديدة، وكمان التسريحة رح نعملها هلأ انا كتير بحبها. تسريحة كتير كتير دارجة وكمان المشاهير كتير بيعملوها وكتير مناسبة للمدرسة والجامعة. تصوروا انه وصلنا لمطرح انه المشاهير على ريد كاربت عم يعملوا اشياء مناسبة للمدرسة والجامعة. anyway خلينا نبلش فيها. اول شي مشطنا الشعر اكيد، رح بلش مشط الشعر على النص، ما بدي كتير علي البوني تيل وبس ما بدي اياه كمان اكون كتير واطي. وانا وعم بمشط رح تلاحظوا اني عم بحافظ شوي على الفرق النص الموجود هون.
هلا بربط الشعر اكيد، برش سبراي، بشيل البيبي هير عن الوجه، وبحاجة انه الشعر يكون كتير سليك وهيك معمول لورا بشكل كتير مرتب. هلا رح ننتقل للشعر من ورا، وكتير كتير هينة التسريحة. رح اخذ هول المغيطات الصغار، رح نزل شوي واربط اول ربطة هون. من بعد ما اربطها رح افتح الشعر هيك بالنص ورح طلع الشعر من النص. بظبط بهالطريقة وبرجع بعمل نفس الشيء. بفتح الشعر بالنص، بفوت الخصلة، بظبط الربطة كرمال ما تقب لورا أو لقدام، وهيك بحصل على تسريحة كتير كتير كيوت. خلينا أول شي نبلش نفك بهيدي التسريحة. سو أول شي منمشط الشعر كالعادة، منشيل أول شي خصلتين لقدام. أكيد الخيار لإلكن إذا بتحطوا خصلة أم لا، بس هيدي التسريحة كتير بتلبق لخصلة. ورح أقسم الشعر كله سوا من قدام لورا على النص. أول جهة رح أحط لها كليبس ورح أشتغل على تاني جهة بالأول. سو رح مشط الشعرات لورا بهالشكل ورح أربطها لورا. ملاحظين أنه أنا عم بربط ورا مش قدام. شوي شوي بصير هيك طلع الخصل كرمال تعطيني شوي بومبي من هون وما تجي كتير لابسة. هلأ من تحت ببلش أبرمها، وأنا وعم ببرم رح تلاحظوا أنه بلشت لحالها تعمل كعكة. برجع باخد مغيطة وبربط الشعر. هيدي أول بان كتير كيوت، وهيدي تاني وحدة. سو بلف الشعر لبرات الوجه لحالي. أنا وعم بلف رح تعمل بان. وآخر شي بربط البان اللي عملته. بفرق الخصلة على الشعر. صراحة أنا حابة شوي إني غير بالخصلة، سو رح حط لها شوية هيك حركة. كتير 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 كيوت. شوفوا، ننتقل لآخر تسريحة لليوم، بس أول شي خلينا نفك هيدا. سو رح ننتقل للتسريحة. لهيدي التسريحة كمان رح نقسم الشعر بالنص من قدام لورا. رح خلي الغرة نازلة أو خصلة من قدام نازلة. سو رح مشط الشعر طلوع بهالشكل ورح أربطه أعلى شي فيه. هلأ رح نعمل تاني جهة. أول شي بقطع أصابيعي بالشعرات كرمال تنعمل الدايركشن تبعون أو يتحدد الاتجاه تبعون. برجع باخد المشط وببلش مشطهم كرمال يكونوا مرتبين، وبجرب قد ما فيي أنا وعم بتطلع يكونوا على سوات بعض، ما يكون في وحدة قدام ووحدة ورا، لأنه ما رح يطلعوا مرتبين بهالطريقة. أكيد أكيد فينا نتركهم هيك إذا أنتو بتحبوا أنه تتركوهم هيك، أنا بحسهم كتير غريبين. سو رح نعمله هلأ هو أنه رح نعملها جدولة أو ضفيرة. سو رح أقسمها ثلاث أقسام ورح بلش جدلها. وهيدي آخر تسريحة لليوم، كتير كتير كيوت، كتير مهضومة، بحسها كتير حلوة للبنات الشوي أعمارهم صغيرة. هلأ أنا حدقب الـ30 يعني أكيد التسريحة مش لإلي، بس إذا أنتو بتحبوا تعملوا هيك تسريحة إن شاء الله عمركم 70 سنة أنتو حرين إذا هذا الشي بيريحكم. I love it، كتير مهضومة وبتتحول على فكرة كتير بسهولة لتسريحة تانية اللي هي فينا بكل بساطة نعمل هيك. شوفوا
وبتتحول لتسريحة تاني كلياً بكل بساطة. خبروني شو رأيكم صبايا. هيدا كان الفيديو لليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيه. اكتبوا لي بالتعليقات اي تسريحة اكثر شي حبيتوها ورح تجربوها على المدرسة او الجامعة او الشغل، واكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع رفقاتكم، وانا بشوفكم بفيديو جديد قريبا. باي.